هاي أسماء، مكفيين معك نحن لحتى نعرف منك أكثر معلومات بالنسبة لمكياج العروس. بدي أسألك هلا بالنسبة لحضرتك خليجية. أنا إماراتية. نعم إماراتية صح؟ فهل يعني بيكون الميك اب بين العروس الإماراتية والعروس الأخرى مختلف؟ لأنه طبعا للعادات والتقاليد أحيانا بيكون ميك اب شوي. نحن عندنا وايد مميز البنات الحين يسوون في الحنة، ليلة الحنة تكون تراثية، ستايل التراثي، تلبس الذهب والمجوهرات الستايل التراثي، الجلابية، الحنة، الحنة نفسها النكش اللي على الإيد، هذا اللي يميز العروس الإماراتية. في العرس العروس الإماراتية تحب بعد تكون وايد مميزة، يعني إنها تلفت النظر. بالنسبة للميك اب إنه هنا أنا يعتمدوا على مكياج العيون أكثر. دائما البنات الاماراتيات يحبون يبرزون، يكبرون العين، يحبون يبرزون ملامح العين اكثر شيء. نعم. اوكي، بالنسبه كمان العروس كثير بهاليوم بتكون مثلا نسبه للتصوير والنهار الطويل، فالمكياج معرض انه يتكرر. شو بتنصحي انه في حال مثلا ما كان في معها ميك اب ارتست وبعد فتره من الوقت كيف فينا نصلح هذا الميك اب؟ هو المفروض انه حسب ان العروس تكون مختاره ميك اب ارتست يكون شاطر او تكون شاطره تثبت لها الميك اب لاطول فتره ممكنه، بس في حال انه صار بعض الاشياء ممكن شغلات بسيطه ممكن هي يعني تعدل فيها الميك اب، ممكن مثلا اذا بشرتها دحينت شوي بس تجيب كلينكسها او يعني اختها مثلا ولا صديقتها تجيب لها كلينكسها بس تطبطب على الاماكن اللي دحينت من بشرتها. ممكن تكون معاها روج او جلوس عشان اذا شوي خف الروج. يعني هو المفروض ان الميك اب ارتست من البدايه تكون يعني ضامنه هالامور، بس هاي الشغلات اللي ممكن يعني تخترب شوي. كيف شو هي الحمرة اللي بتنصحيها فيها لحتى مثلا الحمرة اكثر شيء بتروح واول شيء بتروح؟ شو مثلا انواع الحمرة اللي بتنصحيها فيها؟ طبعا هي الارواج الماتة الحين دارجة جدا، هي صارت يعني الحين جلوس اكثر الموضة لهالشتا، بس المات هو يدوم اكثر شيء على البشرة على الشفايف اكثر من الجلوس. فحلو للعروس انها تستخدم المات لانه خلاص مطمنه انه هو ما راح ينمسح بسهوله يعني. اوكي، سالنا لك قبل ما بقول لك بدنا نحكي كمان نرجع نحكي على احمر الشفاه، انه شو هي الالوان الدارجه هلا؟ الدارجه للشتاء، للشتاء 2016 2017 الوان الغامجه وايد، المارون اللي هو يعني مايل للاسود والكلاسي. بالنسبه للعروس يعني العروس ما انصحها في الوايد غوامج، العروس دائما خليها كلاسيكيه مثل ما قلت. تختار الورديات، البيتش، المشمشي، اللون الخوفي، ممكن الاحمر والمارون بس على حسب الطله كامله يعني. بس بدي اقول لك قليله للعروس الجمال بالنسبه للميك اب.